لحد اليوم الحمد لله لقينا أكثر من 2000 حاجة باسبورات خلاص حجاج جابوهم، هذا حتى جابوهم في مكانه الدسينال في السيستم عشان نلقول الفيزا بتاعهم. قلنا كل الحجاج تشاهدين السنة يدور يمشوا الحج لازم يوم 25 يوليو لازم يكون هنا في 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 الأسمى كل ما واحد يفهم، لأن من هنا كان مشى محل نزول هكذا كل الناس هناك في مدينة النائب الرئيس يكون قبل عندك، يكون عندك مع الناس جاي يستنوم ليه يودون في سكن هناك. وفي ميناء شلنا نظام عشان سنين الفاتت عرفنا لأن بقت صعب كثير، مشكلة الحج هو بين ميناء عرفة مزدلفة، نحن عملنا جهد عشان تكونوا بالطريق الصحيحة وبنظام الكويس، عشان ده سوينا لكم براسلي، سوينا لكم باتش. نادم كان جاي شفتو قايد وما عنده براسلي، ما عنده باش وما عنده شغل آخر، معناتها سين سكواتير، معناتها نادم جاء ما كفى أجارة ودخل فوقه. أي ما ناس بمشوا للجمرات لازم نبلغوا قبال للنظام السعوديين عشان هم يعرفوا لأن ساعة 11 تشاهدين ماشين يرموا، عشان ده نكون دائما في النظام. ننتو اسمهم كان قلنا جروب أنا فول نمرأين ماشي للرجم، خلي جروب نمرأين ده ينزم عشان يمشي عشان يمشي ويرجع بلا مشكلة. وبالنسبة للدكاتير الحمد لله السنة شلنا دكاتير كتير عشان وقت علينا ماشين ده وقت شيء صعبة، علمي جاي بسوب وفي ملاريا كتير، عشان كده قلنا لازم نرسبكت كوتا هنا الـ OMS يقول كان 1000 نفر ده لازم فيها دكتور واحد، نينا شلنا 5 دكاتير ل 4000 تشاهدين اللي يمشوا و9 انفرميير، عشان كده ان شاء الله الناس دول ده يقدروا بيساعدونا بالنسبة للصحة هنا الحجاجنا.